أهلا بكم إلى نشرتنا الاقتصادية، نبدأها بالأخبار المحلية، حيث سمح تنظيم الدولة بدخول الشاحنات وصهاريج الوقود المحملة بمادة المازوت إلى المناطق المحررة بريف إدلب وحلب واللاذقية وحماة، وذلك بعد إغلاق طريق حلب لمدة أسبوعين. ناشطون قالوا إنه بعد فتح الطريق عبرت بعض الصهاريج إلى مناطق ريف إدلب المحررة، حيث تم بيع برميل المازوت بثلاثين ألف ليرة سورية، كما تم تزويد المشافي والأفران بهذه المادة. ويذكر أن انقطاع مادة المازوت تسبب في وقت سابق بتوقف بعض المشافي الميدانية والأفران عن العمل. كثرت التساؤلات والتكهنات عن إما فتح طريق المازوت من قبل تنظيم الدولة الإسلامية إلى المناطق التي يسيطر عليها الثوار أم لا. نحن الآن معكم من المعبر الوحيد بين المناطق الخاضعة تحت سيطرة تنظيم الدولة وبين المناطق الخاضعة تحت سيطرة الثوار، هذا المعبر الوحيد وفي قرية تل القراح. من هنا تدخل عشرات بل مئات السيارات المحملة بالمازوت والمحملة بالفيول نحو المناطق الخاضعة تحت سيطرة الثوار، ومن هذه المناطق أيضا تدخل المواد الغذائية والسيارات والبضائع المحملة لمناطق تنظيم الدولة. بعد المشكلة والمعضلة التي أصبحت في مناطق الثوار في حلب وريفها وفي ريف حماة، الآن الأوضاع أفضل بكثير والمحروقات ملأت هذه الأسواق، ونحن من هنا من هذا المعبر نؤكد بأن هناك عشرات ومئات السيارات دخلت إلى أحياء حلب المحررة. اعتذر الكثير من السائقين عن الظهور معنا بسبب أنهم يتنقلون بين مناطق تنظيم الدولة وبين الثوار لكي لا تتسبب لهم هذه المقابلة ببعض المشاكل. خالد أبو المجد، أورينت نيوز، ريف حلب الشمالي. قررت حكومة النظام زيادة صادراتها من الأغنام إلى 6000 رأس أسبوعيا بدلا من 4000، وذلك بحجة رفض الخزينة العامة بالقطع الأجنبي. وسائل إعلام موالية اتهمت الحكومة بأنها تسعى لتمويل نفسها على حساب لقمة عيش المواطن، سيما وأن قرارها هذا يأتي في وقت خفض فيه السوريون من استهلاكهم للحوم إلى الحد الأدنى بسبب ارتفاع أسعارها، حيث يتراوح سعر كيلو اللحم في الأسواق بين 2200 ليرة سورية إلى 3000 ليرة سورية. يحل شهر رمضان على أهالي مدينة حماة هذا العام مع ارتفاع حاد للأسعار وسط غياب تام للرقابة وعدم وجود أي قيود على الأسواق. المزيد في تقرير ساهر الأحمد، نتابع. لعل وفرة هذه البضائع في أسواق حماة تدهشك، ولكن الحقيقة أن رمضان هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة، حيث بدا جليا توافر بضائع محددة على حساب بضائع أخرى، بالإضافة إلى تفاوت واضح في أسعار السلع المختلفة من محل إلى آخر برغم تشابه السلعة ومصدرها، الأمر الذي يفسر عدم وجود قيود على الأسواق وغياب الرقابة عنها. وبغض النظر عن الأسباب التي أدت إلى شح بعض الخضروات والسلع وارتفاع أسعارها مثل معارك ريفي إدلب وحماة وغلاء سعر صرف الدولار مقابل الليرة، يعتبر التجار أن شهر رمضان هو موسم تجاري رابح بعيدا عن كل الاعتبارات الدينية أو الإنسانية أو حتى سوء حال معظم ضيوف حماة من المحافظات الأخرى، فقد ارتفعت أسعار السلع التجارية المتوفرة بالأصل قبل بدء رمضان من 45 إلى 60% حسب شدة الطلب. والجدير بالذكر أنه مع قدوم شهر رمضان اختفت عن الساحة التجارية وجوه مألوفة تابعة للنظام، الأمر الذي أعطى بعض الأمل في سبيل التخفيف عن الأهالي حتى ظهور بدائل عن التجار القدامى دون الإفصاح عن شخصياتهم بشكل علني حتى الآن. لا يزال الحصار الاقتصادي محيط بالتفاصيل اليومية للسوريين حتى حين. سهر الأحمد، أورينت نيوز. وإلى أسعار العملات في الأسواق السورية، حيث تشهد الليرة السورية مزيدا من الانخفاض مع اليوم الثاني أمام الدولار بعد إصدار النظام أوراق نقدية جديدة. ففي دمشق سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية حوالي 300 ليرة واحدة للمبيع، فيما سجل سعر صرفه في حلب قرابة 300 ليرة سورية واحدة للمبيع أيضا. We'll be right back.
وفي أسعار المعادن في الأسواق المحلية عاود الذهب للانخفاض مجددا متأثرا بالأسعار العالمية، فسجل سعر جرام الذهب من عيار 21 9975 ليرة سورية حسب تداولاته في الأسواق السورية، فيما وصل سعر جرامه من عيار 18 إلى قرابة 8048 ليرة سورية. عربيا، أعلنت وزارة المالية العراقية عن توقيع اتفاق مع الوكالة اليابانية للتنمية الدولية جايكا يسمح لها بموجبه بالحصول على قرضين لتمويل مشروعين بقيمة 735 مليون دولار. المشروع الأول يعتمد بناء محطات طاقة فرعية بتكلفة تبلغ 450 مليون دولار، والثاني لمشاريع الصرف الصحي بتكلفة تبلغ 285 مليون دولار. يأتي هذا في وقت يشهد فيه اقتصاد العراق أزمة مالية بسبب التكاليف الضخمة لمحاربة تنظيم الدولة وانخفاض أسعار النفط. قرر الأردن تخفيض أسعار جميع المشتقات النفطية بنسب مختلفة وصلت إلى 9% بالنسبة لبعض الأصناف، وذلك بعد أن رفعها 4 مرات على التوالي خلال الأشهر السابقة. وبموجب القرار فقد انخفض سعر الغاز المنزلي بنسبة 3.2%، وتراجعت أسعار مادتي السولار والكاز بنسبة 2%، وتم تثبيت أسعار البنزين. هذا ويستورد الأردن كامل احتياجاته النفطية من الخارج خاصة من المملكة العربية السعودية، وتقدر فاتورة الطاقة للأردن بحوالي 6.5 مليار دولار. وفي تقرير العالمي، إيران تضع الاقتصاد والدفاع على أولويات خططها الخمسية. وفي موضوع آخر، أزمة اليونان تهوي بأسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها. المزيد في التقرير التالي نتابع. أكد المرشد الإيراني علي خامنئي أن الخطة الخمسية المقبلة لإيران ستركز على قدرات الدفاع والنمو الاقتصادي، ووفقا للمرسوم فقد خصص خامنئي 5% على الأقل من الموازنة الوطنية للقدرات الدفاعية للبلاد. يأتي هذا في وقت تخضع فيه طهران لعقوبات اقتصادية فرضت عليها منذ عام 2006 وتم تشديدها في عام 2012 عبر حظر مالي ونفطي. أعلن صندوق النقد الدولي أن اليونان لم تتمكن من دفع 1.5 مليار يورو كانت مستحقة عليها، وبحسب وكالات عالمية فقد أصبحت اليونان أول دولة متطورة تراكم مبالغ متأخرة حيال صندوق النقد، ولم تعد قادرة على الإفادة من الموارد المالية لهذه المؤسسة الدولية. انخفض سعر الذهب إلى أدنى مستوياته في نحو 4 أسابيع بفعل قوة الدولار بعد أن تخلفت اليونان عن سداد ديونها لصندوق النقد الدولي، حيث هبط الذهب في آخر جلسة له إلى حوالي 1166 دولارا للأونصة في أقل مستوى له منذ أيار الماضي، بينما انخفض سعر الفضة بنسبة 32%. تعافت أسعار النفط للعقود الآجلة من أدنى مستوياتها في 3 أسابيع مدعومة بصعود المنتجات المكررة الأمريكية مع تمديد مهلة لاتفاق نووي يسمح لإيران بتصدير المزيد من نفطها، وأنهت عقود مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة بدولار و58 سنتا، فيما ارتفعت عقود الخام الأمريكي نحو دولار و14 سنتا. ختام الفقرة الاقتصادية، أشكركم على حسن المتابعة ونعود إليك لبنى. شكرا لك تهامة.